السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عندنا في القناة شيوة الدار. اليوم القناة غادي ندير لكم واحد الشيوة خفيفة وسهلة، هي الدجاج مفور في الكسكاس. كيجي بحال الشوا. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا الدجاجة هنا ديال كيلو وجوج كيلو، مغسولة بالحامض والملحة، انتما كيف كتشوفوا هنا. عندنا البصلة، مقادير سهلة، ما كاينش مقادير كثيرة. عندنا بصلة وعندنا الملحة وعندنا الكامون. غنديرو في طريقة الكسكاس بحال الشوا. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو دروكا، نبداو بالبصلة. غادي نقطعو البصلة ديالنا، البصلة غادي نقدروها في وسط، غادي نقطعوها في وسط القدرة ديال السكسو، أو غادي نكرشوها بحال هكا. حازو باش تشوفو. غادي نقربو البصلة، كيف كديرو الشوا غادي نديرو الدجاج. هذا راه الشوا ديال الدجاج، كيجي بنين كيجي زوين وخفيف، مفيهش الإدام. حنا ممكن كنديرو الإدام، خصنا شوية نديرو جوج بصلات باش الفلفل كطلع ديك البصلة. غنديرو ملحة، معلقة كبيرة، نديرو شوية ديال الملحة في الماء. حنا غنرفقو هاد الملحة والكمون إلا طابلينا هاد الدجاج. صافي غادي نجيبو الكسكا، غادي نديرو هنا الماء، هنا غنديرو الماء، غنديرو لتر ديال الماء فاش غادي يطيب لينا داك الدجاج. وغادي نديرو الكسكاس، الكسكاس داك لافابوغ ديال هداك البصلة والكمون والماء هو اللي غادي يطلع لينا في هاد الدجاج بحال هكا. غنديرو هاد الدجاجة، الدجاجة كيف قلتلكم غسلناها بالملحة وغسلناها بالحامض مزيان، تتغسلات وتسقطرات. وهذيك المرافقات ديالها، احشاء ديالها الكبيده وسميتو، غنديرهم في الجنيبات. ونقدروا هنايا نديروا بطاطا خيزو في الجنيبات هكا حتى هو كيتفور مع هاد سميتو. انا غادي ندير بطاطا، غنديرها في هاد الجنيبات تاع الكسكاس. ملي غادي يطيب لينا ان شاء الله غادي تشوفوا كيف جانا في الطبق ديال التقديم. وشكرا لكم. كما شفتوا معنا هذه هي الدجاجه ديالنا بعد ما طيبناها في الكسكاس، ها هي طايبه زوينه. رافقناها في شويه ديال البطاطا مسلوقه ودرناها في الكسكاس حتى هي معاها، هكا كتجي زوينه. رافقوها بالكمون، رافقوها بالكمون والملحه. ايوا تنتمنى انها تعجبكم وتجربوها في ديوركم، وتنتمنى انكم تدخلوا لاشين وديروا ليا ابوني. وشكرا لكم، شكرا. كما شفتوا معنا هذه هي الدجاجه ديالنا بعد ما طيبناها في الكسكاس، ها هي طايبه زوينه. رافقناها في شويه ديال البطاطا مسلوقه ودرناها في الكسكاس حتى هي معاها، هكا كتجي زوينه. رافقوها بالكمون، رافقوها بالكمون والملحه. ايوا تنتمنى انها تعجبكم وتجربوها في ديوركم، وتنتمنى انكم تدخلوا لاشين وديروا ليا ابوني. وشكرا لكم، شكرا.